السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم، على طول يكون في فيديوهات. فيديو اليوم هلو، دولاب الحظ اللي طلع من شوي، يعني تقريبا صار له كم دقيقة طالع، ففيه سكنات حلوة، فيه تمام. اوم، فحابب نفتح الدولاب الحظ سوا. طبعا عبيت 8000 شدة، وراح نجرب سوا كيف راح يكون وشو الحظ اللي راح يطلع لنا، إذا رح يطلع لنا الأم ولا لا. خليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. إلا نبلش فتح الدولاب. إيه، تعال بدي أفتح دولاب الحظ. صحيح، عبيت شو اسمه شدات. يلا قد عبيت. 8000. تمام، يلا نبلش. أول سحبة ب60، سحبت أول يلا واحدة بلش. ب10. هاي كثرة حظ، هاي كثرة اي كيف. عم تطلع اوم يا زلمه على نكشه. نبلش سحب 540 لا لا، 10. تمام. يا رب، شو بدي بالبخاخ، شو بدي بالبخاخ. اي والله كلها بخاخ وفضيات، بخاخ وفضيات. 10 تانية. لا عادي عادي عادي، بخاخ وفضيات، ما في شي جديد. لا يا الله، لا يعني. بس فضيات هالمرة، بخاخ. 3 جولات كلها بخاخ وفضيات، بخاخ وفضيات. هلا ما تقدر تعرفني ايش اسمه. انا وانت طب اعطونا قطع على قليلة. ربي حرام ولو كم راس هاي. كم مرة دورت؟ 42 دورة. اوف، ما راح سمحت. يطلع. ولا بظن انه راح يطلع. شو؟ يلا نجرب كمل. اذا تفتح 100 مرة راح تتقاوي كثير. حلو النار، فضيات وشو. اعطوني سكيس. ما بستخدم الاسكيس. اعطوني لبسه. اوه منيح، يلا يلا ان شاء الله. حلو، اللبسه والاسكيس. يلا تنجمع هاي. هلا لبس اللبسه يا رب. اعطوني المظله. يلا بلش نحط الصوت. بدي الخوذة. خوذة ما بدي. هاي خوذة ولا طاقية؟ طاقية تبع شو اسمه، تبع البدلة. يا الله، طيب وقفي على المفر... على الأم بربك، وقفي على الأم بربك. يا الله ان شاء الله ان شاء الله. كومفورت تطور ربك ولو. كلها فضيات، ما جمعت شي غير فضيات والش اسمه. ما اعطوني شي. هلا ايش خد بقينا للمية؟ بقينا 18 وحدة نوصل للمية ناخذ الطابة. يا رب، جولة جاية على حظ اخوك. كلهم فضيات والبخار على حظ اخوك روش. طلع سكيس فضيات. فضيات بخاخات، فضيات روش. اذا اسمع صوتك بدي موتك. طلعت لي شنطة. حلو،
صحيح؟ ايه حلو 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 خلاص يلا. حلو حلو، خلينا نجمع الطاوله كمان. افتح على حظ احمد. حظ احمد صغير اخوك؟ ابنك. اه ابني. يلا هاي لا لا ابنك. هاي المرة على حظ ابني. يلا العكرين. ابني اذا اسمع صوتك دزتك من الشباك. حظه على حظ ابوه، يعني شو بده يطلع له؟ والله كنت رح اقول حظ على حظ ابوه. فضيات وطاوت. طاوت ولا مخفف؟ لا فضيات على حظ بلال. شنطة ما اعطيتوني شنطة كلها بخبطات. يا الله اعطوني اللبس، اعطيتوني لبسة. ما في يا خوذة يا أمي. الله ايش فين هدول؟ اعطيتوني لبسة اولي، يعني شو هالمرة كله فضيات فضيات. بخاف بخاف والله، ملينا من داي. الفضيات. ما اوب اوب لا كم بدها توقف عنهم. يا الله اكيد طلعت قسيمة. ما هي طلعت قسيمة، انا حضرت البيت. 60 ثاني. اعطاني المزلة. حلو صح. ايه الله حلو حلو. بس اعطاني اول المظلة. لك لا بربي خلص عندك شتا. كم مرة صار دورت؟ 150. ما صار 150. يلا بخ 50. ما ضرب شتات. والله حرام توصل لل 150. ما ضل شتات. اذا توصل لل 200 راح اعطيك الام وراح اعطيك قطعه كمان. تنشوف شو بيطلع لنا. وانا اعطوني الصندوقين كلاسيكي. هلا انت شحنت 100 دولار معك؟ 110. 110 كمان فضيات يا زلمه، كل حظي فضيات فضيات. شو بدي بالفضيات؟ اعطوني سرمايه، شو بدي اعمل فيها؟ حسنا حسنا. رقم شو اعمل بالسرمايه مثلا؟ هاي الطياره اعطوني اياها. المظلة أي وحدة كانت؟ يا الله نسيتها. مثل ما يكشف. لا مثل شخص راس مالا. خلينا نشوف المظلة. مظلة حلوة. وين كانت؟ تنروح على المخزون نشوف المظلة كمان. تن 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 تن. وين المظلة؟ ما اعطيتوني المظلة، وين راحت؟ اه هاي هي. تفكيك، نعمل وحدة تفكيك. هلا البس اللبسة. خلينا نشوف اللبسة وينها. شو كانت هاي هي؟ لا هاي؟ دقيقة. ايه هاي هي. هاي اللبسة. والله حلو. اعطون بس الشنطة. الشنطة. هوبا. وين وير ايز ذا طاوة؟ والله شنطة حلوة. الطاوة أي وحدة كانت؟ آه هاي هي. انت نشوف شو عن الاسكيس. ما عجبتني هاي هي. انت ما شو الاسكيس. عن الاوك هاي هي تبعية السيزون طلعت لنا طبعا. ايه هاي تبع السيزون. انت
نشوف شو اعطونا من الانجازات من جمعنا. اوه 5 صناديق، خلينا نفتحهم. اعطيك تبع هاي الشقه. اعطوني سرمايه كمان. ايش يا سامعي؟ خليك انت بايش تعمل بالسرمايات، اخذت مع هدول المكبرين. انا زعلت حقا، انا زعلت والله حرام. 8000 شدة، 8000 شدة ولا نحصل على شيء. اشتريت 8000 تانيين. اشتريت 8000، اشتريت 8000 كثير. يلا يلا افتحهم كلياتهم حتى احصل على هون. ربكم ولو حاجة مصرح. اعطوني قطعة. الحمد لله. بدي قطع، بدي قطع، بدي قطع. طور فيه الامبور بالميتين. بالميتين. اعطوني قطعة ثانية. حلو حلو. قطعة ثالثة، قطعة ثالثة، قطعة ثالثة. اعطوني قطعتين. حسنا حلو. يلا منيح، يلا احسن بلا. نفتح فيه شو اسمه. نطور فيهم فور قدر الامكان. يلا ما بقى شيء. لفين وخلاص. حط خطي على اخر لفة. ها؟ اخر مرة. مستحيل ما يعطوني شو اسمه قطعة. لازم ال 200 ضروري يعطوني. مستحيل الام على ال 200 لازم يعطوني. اعطوني الام. حلو. يلا كفو كفو. اخذنا الام على ال 200 اجباري. ايه اجباري. الله كفو كفو. حسنا هون جمعنا كل شيء. نروح نفتح دولاب. ايوه هاي. اعطوني قسام. انا شو بدي يعني، بعرف حظي انا. اذا عندك شدات افتح هدول، يعني راح يعطوك سموك ملون. شغلات ما حلوة يا زلمة، ما حلوة هدول الشغلات، ما حبيتهم انا. افتح 10. شو قلت لي؟ ما سمعتك. كل 10 حتى 20 راح يعطوك بسطورية. ممكن اذا تفتح 10 راح يعطوك واحد سطوري، تفتح 20 راح يعطوك سطوري. شو يعطوني سطوري؟ افتح واصل يعني على 10. هاي تبع الزهري. والله ما فهمت شيء. هلا كم مرة فتحت الصندوق المميز؟ 10. يا 10، إذا تفتح 20 تسوي 20 رح أعطوك شغلة أسطورية ثانية. ما أعطوني شيء أسطوري هالمرة. أعطوني لبس عادي. أعطوني أسطورية تبع الذهب. بنطلون أبيض. طاوة. كرفو. لبس أعطيتوني إياه. شو بدي اسوي بهاللبس هذا انا؟ يلا اوكي استخدم. تنشوف شو شو بدي بهدول. يا الله شو بدي بهدول انا هلا. تنشوف هون. اعطوني هاي اللبسة وهاي. ايه هاي وهاي. كفو والله حلو. هون شو اعطوني؟ اعطوني هاي. بيع. اعطوني هذا البنطلون. هون شو اعطوني؟ اعطوني هاي. تبع الدكاترة. الدكتور قهرمان. او ماي جاد. رح تطور الانفور؟ ايه هلا رح نطورها سوا. اعطوني الطاوة هاي. هي حلوة. انت حظك بس بالطاوة. معك ايه؟ لانا صندوق هون، خلينا نشوف شو بيطلع لنا. ماكو حظ. ماكو ماكو ماكو.
هلا عيفك من هنيك من هون. شلون لسات في عنا هذا صندوق؟ ما فيه شيء، ما في. عندي 5 قطع، شو بدي اطور فيها؟ الله، خلينا نروح نكمل على الأم. نكمل على الأم، والله ما بعرف الأم حيعطيك التأثير. بلكي يعطونا قطع ولو قطعة تانية. راب سادسة، حلو. بس هلا ما أخذت شو اسمه، يا الله، خوذة. خوذة ما شاء الله. يعني اوب بدك حلو، قطعة. اوب قطعة. حلو، ايش غدر عنا؟ 2000. خلينا 2000. وكاميرا صار خلينا نكمل، خلينا نكمل عليه. بيان عندي 1500 شدة. يلا كمل كمل. قطع 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 قطع، تخيل ربا قطع قطع. انت على الاحد ما اعطوني. خد بقى، عندك بقى 2000 ما هيك؟ نجرب على جولات 60. ما هاي جوان من قصة له، ما اعطوني تبع ما اعطوني اللبس شو اسمه الطاية تبع. اط 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 ما اعطوني. قلت اخليك كم مرة صار؟ ما صار 300. اعطوني اوم كمان، عندي اوم. اعطوني اوم. ايه رح تتبدل بالقطعة؟ ها؟ اذا يصير عندك 2 اوم، وحدة اوم تتبدل بالقطع. بربك؟ والله والله. تأثير قطع صديق، اطلع له 2 ام 4. بدل فور هلا، لانه عم تستعمل الانفور كثير اكثر من الام، عرفت شلون؟ ايه بدي اطور الانفور انا اول شيء، ما راح اطور الام. بس ما عم يطلع لي الام. لماذا؟ الانفور عليكو. صاروا 11 قطعة. ارتقاء، راح تطور الام. رسالة قتل. هلا كم قطعة بدي لحتى نوصل شو اسمه؟ تبع لا تبع الانفور. هون بدها 3 قطع. انفور بدها 7 قطع حتى توصل نتائج رموزية دقيقة احسب. تمام، انت هلا بتأثير القتل ما هي؟ رسالة قتل بدها 4. انا وصل عندي كم قطعة ضل عندك؟ ضل عندي 5 قطع. 5 قطع، هاي بدها 5 قطع. بس دقيقة، هيبدأ 5. هلا طور الانفور راح توصل للترقية تبع انفور. رايح على الأم أنا. الأم له قصدي. صارت مستوى تاني هيك. ترقية هلا بده 3 قطع للترقية. رسالة قتل، هو بده كتير لسه. مثال قتل بدأ 4. وين لك؟ رحت اشتريت شو اسمه وجيت قطع. ام رجبت شتات. يا الله ما ضل عندي مصر. ما عاد يعطوا، ما عاد يعطوا. قطع يا الله، ليك على حظي. ما عاد يعطوا قطع. كلش فضيات و مثل الحظ الأول. ما أعطوك الخوذة كمان؟ لا. الشركة إلا تخلي شي ناقص صح.
فرتلت محمرة. ورشة عمل تنشوف شو طلع لنا. طلع لي لترقية الأوم. مش قد وصلت مستوى الأوم وصلت لترقية. كابوس بش اسمه تجيبه؟ يلا كابوس. لو ناس غايب يكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اللايكات وتحطوا لنا كومنتات حلوة على ذوقكم، وتدعمونا بشير والسبسكرايبات تبعيتكم، وانشروا وابعتوا هذا الفيديو لكل اصدقائكم، خليه يشوف الحظ الاسطوري اللي طلع لنا على اساس انه حظ اسطوري مع انه ما طلع لي شيء. فشكرا لكم، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم.